بنسبة 56% اللجنة المستقيلة للانتخابات تعلن فوز المرشح محمد الشيخ الغزواني بنتائج الانتخابات الرئاسية بمجموع أصوات بلغت 554,000 صوت، سجل معظمها في مدن الداخل الموريتاني. وقد أسفرت الانتخابات على النتائج المؤقتة التالية: تتوزع الأصوات المعبر عنها كما يلي: السيد محمد الشيخ الغزواني حصل على 554,956 صوتا، اي نسبة 56.12. المرشح المعارض والحقوقي برامة ولداه العبيد الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 22% استبق اعلان المستقلة للانتخابات بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما دفع انصاره الى النزول الى شوارع نواكشوط ودخولهم في مناوشات مع الامن الموريتاني قبل ان تعلن وزارة الداخلية الموريتانية لاحقا سيطرتها على الموقف. وبفضل الخطة الأمنية المحكمة تصدت الأجهزة الأمنية مبكرا لهذه الأعمال التخريبية المدانة، وتمت السيطرة على الوضع بشكل كامل. وفي الأخير فإن وزارة الداخلية واللامركزية تطمئن المواطنين من جديد أن الأوضاع طبيعية وعادية وتحت السيطرة. حزب التواصل الإسلامي أثر عدم التعليق على نتائج مرشحه حمادي سيد المختار الذي حل ثالثا، بينما اعتبرت حملة المرشح العيد المحمدا أن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وانفراد البعض بوسائل الدولة كان وراء النتائج التي حققها مرشحهم. أخيرا قالت صناديق الاقتراع كلمتها، وأعلن الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني فائزا بالاستحقاقات الانتخابية، بينما تعكف أحزاب المعارضة الخاسرة في الانتخابات على دراسة الخروقات التي سجلها ممثلوها داخل صناديق الاقتراع، وما يترك الباب مفتوحا أمام تقديمها لطعونات أمام المجلس الدستوري. محمد حيد، قناة الغد، نواكشوط.